كتير حلو وكتير كتير كتير انبسطت. التكنيك اللي استعملناها اليوم كتير جديدة علينا كانت، بس حسينا قد ايه في بوتنسيال فينا ما كنا بنعرف انه فينا نستعملهم اصلا، وقد ايه في اشياء بجسمنا بنقدر نستعملها بتساعدنا بوتالي. عن جد الاكسبريشن كوربوريال كثير بتاثر على كيف نحن نوصل الاحساس تبعنا ونوصل الفكره اللي بدنا اللي عم نقولها بالتراتيل تبعنا. لما افهم انا جسمي اكثر بقدر غني احلى بكثير. كتير كان فان ما بيزهق ابدا، وعن جد استفدنا الماكسيموم يعني من كل شغله بجسمنا وبصوتنا. كتير كتير فادنا لحتى افهم انا كيف كون عم وظف الموفمون تبع جسمي تغنى احلى بكتير ما اللي بالعاده يعني.